شايفينك جديدة في المطبخ، فاكرينك داخلة على حوارات، بس انتي عارفة كويس انها تكة اللي تفرق الأكل العادي عن الأكل اللي محصلش. علشان كده بتختاري زيت روتس اللي بأعلى جودة ونقاء، يعني زيت ما بيتبخرش، ما بيحرقش الأكل وما يلزقهوش، وكمان صحي وخفيف على المعدة وعلى قد الإيد. روتس، مطبخك من غير حوارات.